أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من أصداء اليوم، نخصصها بالكامل لتغطية الحادث الإرهابي في ميدان السبعين، حيث مأتم الوطن قبل يوم واحد من ذكرى الوحدة. أهلا بكم. بداية وبمناسبة الذكرى 22 للوحدة اليمنية المباركة، كل عام وأنتم والوطن والوحدة بألف خير. يوم أسود دام يقتال الوطن بزيه العسكري، وحلم عرضه الموحد ينتزع أمن الوطن واستقراره بذلك العمل الإجرامي الإرهابي الذي استهدف حماة الوطن، جرم لا تقبله الشرائع السماوية ولا إنسانية الأرض ومواثيقها، عمل إرهابي تجاوز خطوط الظل بكل ألوانها. كان النهار يحمل عرق أولئك الجنود ليرسموا للوطن فرحته في ساحة السبعين بالعيد الوطني 22 للوحدة اليمنية المباركة. قناة السعيدة تنعي الوطن والقوات المسلحة والأمن شهداء الوطن وتستنكر ذلك العمل الإرهابي، وتفرد هذه الحلقة من أصداء اليوم لتناول هذا الحدث. نتابع. أشلاء ودماء، هكذا كان صباح صنعاء اليوم التي استيقظت على أصوات ذوي انفجار هز ميدان السبعين أثناء استعراض البروبة النهائية لأفراد ووحدات من القوات المسلحة المشاركة في احتفالات العيد الوطني 22 لقيام الوحدة. ففي تمام الساعة 10:15 فجر انتحاري نفسه كان يحمل حزاما ناسفا وسط كتيبة من الأمن المركزي. الانفجار الذي وقع أمام المنصة الرئيسية في ميدان السبعين كان قويا لدرجة أن ذوي الانفجار وصل إلى مناطق بعيدة عن مكان الحادث، وهو ما ضاعف من حالة الخوف والفزع وسط العاصمة صنعاء وساكنيها الذين هرعوا إلى مكان الحادث، بينما كان معظم الطرق والشوارع الرئيسية مغلقة بعد الحادث بدقائق، لكن هوية المنفذ لم يتم الكشف عنها حتى ساعة كتابة هذا التقرير. الذي حدث اليوم عمل إرهابي 100%، وتحقيقات الآن مستمرة، والله لن تهم أحد حتى الآن، ولكن أنا أقول كرأي شخصي بصمة تنظيم القاعدة موجودة في الواقع في مسرح الجريمة. هل سيؤثر هذا على الاحتفال اليوم غدا؟ لن يؤثر ولن يثنينا أبدا، سنحتفل اليوم غدا إن شاء الله. حصل الانفجار كان في أثناء العرض، وإحنا في نقطة شهرة قريبة الساعة 10، وهذا حادث يعني مؤلم ومؤسف. هذا عملية إرهابية، حصد التفجير أرواح 90 جنديا بحسب آخر مصادر طبية وسقوط مئات الجرحى. كان المشهد دامي، أشلاء وبقايا من أجساد الجنود تناثرت على الشارع العام وسط ميدان السبعين وسط دهشة من الجميع الذين لم يتمالكوا أنفسهم وهم يجمعون بقايا أجساد زملائهم الذين قضوا بالحادث. حالة استثنائية عاشتها العاصمة صنعاء وهي تدخل بوابة الاستهداف المباشر والانفجارات والأحزمة الناسفة التي ظلت بعيدة عن المشهد طيلة الفترة السابقة، وهذا ما يثير الفزع والخوف وسط أبناء الشعب اليمني. يأتي هذا الحدث الإرهابي قبل يوم واحد من الاحتفال والعرض العسكري الذي كان مقرر له يوم غد الأربعاء. لقد كان الحدث الإرهابي رسالة قوية لجميع الأطياف أن يقفوا ضد أي تهديدات تمس اليمن، ولعل هذا العدد الهائل من الضحايا يكون نهاية لفاتورة الانفلات الأمني. إلى ذلك أعلنت القاعدة مسؤوليتها عن الحادث عبر بيان لم يتم التأكد من صحته، حيث أعلنت أن المفجر جندي في الأمن المركزي يعمل لحسابها، وأن الحزام كان يحمل 13,000 شطية، وهذا ما ضعف من عدد الضحايا. وكان مجلس الوزراء قد أدان الحادث وأكد أن مثل هذه الأعمال لن تثني الحكومة والقيادة السياسية عن مواصلة مسيرتها في الاستقرار والأمن وإفشال كافة المخططات الرامية إلى إشعال العنف والفوضى في البلاد، ووجه الجهات المعنية بالتحقيق الفوري والسريع لكشف كافة الملابسات التي تقف وراء هذا الحادث الإرهابي والإجرامي ومن يقفون وراءه وإعلان ذلك على الرأي العام. إلى ذلك رفض مصدر أمني الإدلاء بأي معلومات حتى يتم الكشف عن النتائج النهائية، لكن مصادر صحفية وإعلامية أفادت أن قوات الأمن ألقت القبض على شخصين كانا يحملان أحزمة ناسفة يتم التحقيق معهم حاليا. مختار الرحبي لبرنامج أصداء اليوم. ح-
حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في علم الاجتماع العسكري العميد محسن خصروف. سيادة العميد مساء الخير، أحسن الله عزاك وعزاء مشاهدينا الكرام في جنود في الجنود الشهداء رحمهم الله. سيادة العميد، لأول مرة منذ فترة طويلة تتوحد القوات المسلحة والأمن في حرب القاعدة في أبين تحت راية وتحت قرار واحد. اليوم المشهد كان مشابها، كلهم متوحدون في مكان واحد يؤدون البروفات النهائية من أجل الاستعراض غدا، لكن هذا المشهد تم استهدافه وحصل ما حصل، سقوط أكثر من 105 شهداء حتى الآن. كيف تقرؤون أبعاد هذا المشهد؟ على خلفية مشهد التوحد في العمليات العسكرية في أبين وفي العرض العسكري يقف هذا الحادث الإجرامي وقبله حوادث أخرى. القوات المسلحة منذ بداية الثورة الشبابية الشعبية السلمية وهي في حالة انقسام واضح برؤوس قيادية مش برأس قيادي، ولذلك كانت عملياتها لا تنبئ عن احتراف عسكري او عمل مهني، بل هزائم متكررة. وسقوط أبين ب 400 مقاتل او 300 مقاتل كان واحدة من الأدلة. اخيرا بعد الاجراءات العسكريه والتغييرات اللي تمت في المؤسسه العسكريه واستبدالها والالتزام وزير الدفاع الصريح والواضح بالعمل في اطار مجلس الوزراء والولاء للرئيس الجمهوري الجديد باعتباره القياده على القوات المسلحه، توحيد القياده والسيطره على الوحدات العسكريه المقاتله في ابين في المنطقه الجنوبيه بشكل عام، تعيين قائد منطقه عسكري محترف يهتم كثير بالعمل العسكري وبتحقيق النص، كل هذا جعل من كل الوحدات العسكرية المقاتلة في منطقة أبين تحت السيطرة المباشرة للقيادة المنطقة والوزير الدفاع، وتعمل ضمن خطة عسكرية علمية موحدة، وتوزع هذه الخطة العسكرية إلى خطط فرعية تنفذها محاور القتال، وكانت النتيجة انتصارات ممتازة وباهرة وهزائم منكرة لتنظيم القاعدة. ودعم هذا أبناء المنطقة الذين لمسوا جدية من القيادة العسكرية والسياسية في محاربة تنظيم القاعدة، الذين اعتبروا غرباء على المنطقة. هؤلاء اللي يسمون في أنصار الشريعة ليسوا من المناطق الجنوبية. طيب أمس واحد من أعضاء اللجان الشعبية يقول أنهم جاءوا من المناطق الشمالية من مأرب والجوف. في صنعاء كان هناك مشهد مماثل، وحداتنا العسكرية من الحرس الجمهوري والأمن المركزي والفرقة والشرطة العسكرية اللي كانوا يتقاتلوا في الشوارع يتوحدون في معسكر واحد ويقومون يعدون بروفات للتدريب على العرض العسكري ويعملون جميعا على تنظيف معسكر الأمن المركزي من صور الرئيس السابق جميعا، ويتحدوا في مشهد مدهش بين الجنود والضباط. هذا طبعا المشهد لم يعجب كثير من يكرهون الخير اليمن، فكان هذا الحادث الإجرامي كرد فعل للانتصارات الممتازة والباهرة في أبين ولهذا التوحد الذي شهده معسكر الأمن المركزي. جريمة اليوم وضعت أو دعت الكثير من المراقبين إلى أن يتبنوا ضرورة توحيد القوات المسلحة والأمن تحت راية أقصد القوات المسلحة بالتحديد تحت لواء وزير الدفاع والبدء في هيكلة الجيش حتى يعود الاستقرار. هل هذه النقطة بالتحديد مهمة في هذا التوقيت وستنهي حالة الانقسام والانفلات الأمني؟ يا عزيزي، هذه هي القضية المحورية أو هذه هو المنطلق الصحيح للخروج مما نحن فيها الآن، أن تصبح المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية برأسين قياديين، يعني المؤسسة العسكرية برأس قيادي واحد والمؤسسة الأمنية برأس قيادي واحد وزيري الدفاع والداخلية. هذه هي الخطوة الأولى والهامة على طريق الخروج من الأزمة أو الحالة اليمنية القائمة الآن المفتعلة التي يعني يقف وراها قوى إقليمية ودولية أو يتفرجوا على الحالة القائمة بدون أن يقدموا أي شيء اليمن وهم شركاء في المبادرة. هذه إذا تم توحيد أو كخطوة أولى على طريق الهيكلة توحيد القيادة العسكرية أو إعادة النظر في ترتيب أوضاع القيادة العسكرية بقيادات عسكرية وطنية تلتزم الولاء للشعب والقيادة العسكرية مباشرة ممثلة في وزير الدفاع ثم مجلس الوزراء ثم الرئيس، نكون قد خطينا الخطوة الأولى والهامة على طريق تجاوز ما يجري في اليمن
من انقسام وتمزق، هذا شيء مهم. تخيل ان وزير داخلية لا يستطيع ان يامر قسط ولا يامر قوات النجدة. على ذكر وزير الداخلية والدفاع احمد الصوفي سكرتير الرئيس السابق طالب بمحاكمة وزير الداخلية وزير الدفاع لما حدث، وقال بانهما قدم او سهل بإجراء المهمة، وذلك بعد الإصرار على أن تكون البروفات بدلا من داخل الأمن المركزي الأكثر تحصينا إلى ميدان السبعين الأقل تحصينا، وبشكل أو بآخر يكون قد ساعد على تنفيذ هذه الجريمة. طالب بمحاكمة وزير الدفاع والداخلية، ماذا تقول في هذه الدعوة؟ هذه دعوة حق يرد بها باطل. لو أن وزير الداخلية له سلطة على الأمن المركزي وأوامره نافذة عند أركان رئيس أركان الأمن المركزي أو قائد الوقت، لكنت من أول المنادين بمحاكمته، لكنه لا سلطة له على الأمن المركزي ولا نفوذ ولا ينفذ له أمر ولا يستطيع أن يصدر أمر لرئيس أركان الأمن المركزي على وجه خصوص. أما قائد الأمن المركزي عبد الملك الطيب فهو رجل غلبان لا له ولا عليه، لم يكن صاحب نفوذ ولا صاحب سلطة. صاحب السلطة الحقيقة هو رئيس أركان الأمن المركزي. لو كان له سلطة لو كنت مع الصوفي، لكن الصوفي يدعي حق والهدف باطل. كذلك بالنسبة لوزير الدفاع، وزير الدفاع يبذل جهود خارجة للمحاولة يعني لتوحيد السيطرة على الوحدة العسكرية المباشرة، لكن هل لوزير الدفاع سلطة على الحرس الجمهوري مثلا؟ يعني ما فيش. هذه كلها، لكن المسؤولية المباشرة تقع على المسؤول التنفيذي الذي وقعت فيه. وبعدين لماذا تقع مثل هذه الحوادث بالذات في المناطق التي هي تحت سيطرة الحرس الجمهوري والأمن المركزي؟ سيارات المواطنين تفتش في الدخول والخروج، الأفراد يفتشوا في الدخول والخروج، كيف تم تجهيز هذا الشخص الانتحاري؟ كيف دخل وسط كتيبة كاملة من الأمن المركزي؟ من أين جاء؟ أين الأمن؟ أين الاستخبارات؟ أين الأمن القومي؟ أسئلة كثيرة سيادة العميد، أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة. نعم تحتاج إلى إجابات. ولهذا أنا أطالب الآن وكل النظر الشرفاء يعني بتشكيل لجنة متخصصة من قيادات أمنية وعسكرية للتحقيق، وأن يشرك فيها يعني قوى دولية للوصول للحقيقة بشكل واضح. أشكرك العميد محسن خصروف الباحث في علم الاجتماع العسكري، كنت معنا من صنعاء. من عمان ينضم إلينا الدكتور حذيفة عبد الله عزام الخبير في شؤون تنظيم القاعدة. دكتور حذيفة مساء الخير، أهلا بك في أصداء اليوم. اليوم عملية إرهابية كما تابعت وكما عرف كل العالم تقريبا في اليمن، سقط على إثرها أكثر من 105 شهداء وعدد ومئات من الجرحى. أنصار الشريعة أعلنوا مسؤوليتهم عن تنفيذ العملية، كيف تشخص هذه الحادثة وارتباطها شكلا بتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة؟ أولا مساء النور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك ولمشاهدي قناة السعيدة. بادئ ذي بدء، لابد أن نقر بحقيقة هي من باب الإنصاف ووصف الواقع، أن تنظيم القاعدة حقيقة لا يتوانى عن مثل هذه العمليات، وهي في صميم وفي صلب تفكير التنظيم. هذه قضية لا تحتاج حقيقة إلى مواربة ولا إلى ممارسة، يعني أن التنظيم يتبنى هذا الفكر هذا أولا. ثانيا زعيم تنظيم القاعدة دعا في بيانه الأخير، ربما تكون قد اطلعتم عليه ولم تطلعوا، إلى مهاجمة الأمن والجيش والنظام الحالي الموجود في اليمن، دعا إلى هذا بشكل مباشر. ثالثا قضية الهجوم على تنظيم القاعدة في جنوب اليمن في أديان وجعار وما حولها وتلك المناطق جميعا، حقيقة مني التنظيم دعنا نقول على الأقل ولو آنيا ولو يعني في هذه المرحلة بهزيمة يعني واضحة كانت للعيان وللجميع. والتنظيم كعادته حين يعني يحافر بمثل هذه العمليات المباشرة فإنه يلجأ مباشرة إلى العمليات الجانبية التي من الصعب أو يصعب اكتشافها. لكن هناك قضية حقيقة ربما يعني لاحظنا ولاحظتم أو لاحظتم أن يعني هل هذا التنظيم لم تقدم له بالفعل يعني تسهيلات؟ لم يكن هناك من يعني دفع التنظيم القيام بمثل هذه العملية من أجل
خربطت الأوراق ومن أجل إعادة الأمور حقيقة إلى نقطة الصفر ومن أجل إيحاء. وهذا هو اليمن وهذا سؤالي يعني دكتور لم تحقق شيئا ولم تحقق نعم تقدما في مثل هذا الأمر. هذه أسئلة حقيقة دكتور حذيفة يعني ينبغي أن يجاب عنها أو أن يجاب عليها. طيب دكتور حذيفة فيما يتعلق بهذه النقطة فيما يتعلق دكتور حذيفة بهذه النقطة تنظيم القاعدة الآن دخل في مواجهة مباشرة مع الدولة باستهداف المؤسسة العسكرية وفي توقيت طبعا نعرفه جميعا أي ما تمر به البلاد أقصد من أزمة سياسية وعسكرية. التنظيم له عدو كما نعرف يصنف العدو بأنه عدو خارجي وعدو داخلي، لكن السؤال هو الآن تنظيم القاعدة يخدم من في مشهد استهداف الجنود في اليمن؟ القتلى يمنيون جنود من اليمن، ليس هناك أي استهداف للمصالح الغربية والأمريكية. أنا قلنا سابقا في أكثر من مرة بأن التنظيم حقيقة تنظيم القاعدة قد تم اختراقه منذ زمن، وكثير من العمليات التي قام بها التنظيم في كثير من أفقاع العالم خاصة فيما يتعلق بأفقاع العالم العربي والإسلامي هي عمليات لا تخدم مشاريع الأمة ولا تخدم المشاريع على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الأكبر وهو الصعيد الأممي أو الصعيد العالمي. تنظيم القاعدة حقيقة بمثل هذه العملية حين يقوم اعذرني فقط يعني تصحيحا فقط للمقولة التي قيلت ولم يستهدف أو لم يكن في فكره حقيقة قضية الاستهداف منذ اليوم أو منذ البارحة، هو في صميم فكره وفي صلب فكره مهاجمة الأمن ومهاجمة قوات الأمن ومهاجمة الجيش ومهاجمة هذه، لكنها الآن هذه العملية التي قام بها باليمن هي أشبه إذا ما قسنا إلى مواجهة تنظيم القاعدة سابقا مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العملية هي تشبه 11 من سبتمبر بالنسبة لليمن وبالنسبة للشعب اليمني وبالنسبة للدولة اليمنية. يعني كانت هناك حقيقة عمليات استهداف الأمريكيين هنا وهناك قبل 11 من سبتمبر على صعيد استهداف السفارتين في نيروبي ودار السلام، ولكن العملية التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية ودعتها إلى خوض حرب مباشرة شرسة ضد التنظيم هي عملية 11 من سبتمبر. أعتقد هذه العملية في اليمن هي شبيهة بتلك العملية التي قامت في أمريكا، ولكن مع شديد الأسف إذا كان هناك من يمكن له أن يقتنع بأن أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية عدو وأنها تدعم إسرائيل وأنها عدو منذ زمن وأنها سبب في كل المشاكل التي وقعت وتقع على العالم العربي والإسلامي، لا من الصعب عليك أن تقنع بأن اليمن أو جيش اليمن أو دولة اليمن أو الأجهزة الأمنية في اليمن التي استهدفت اليوم هي عدو للأمة أو عدو للشعب أو عدو للدولة أو عدو للوطن. هذه الآن تنتقل مباشرة إلى ما يمكن أن أقول أنه هو أعلى درجات التطرف عند التنظيم وهي قضية التكفير، أن هؤلاء ينظرون حقيقة إلى هؤلاء القتلى بأنهم من أنصار نظام لا يقيم شرع الله وهو نظام كافر، وهذا النظام قام بالاعتداء على التنظيم وعلى أعضاء التنظيم هنا طيب وهناك. دكتور حذيفة الذي تبنى الحادثة اليوم قبل تنظيم القاعدة ما يسمى باليمن بأنصار الشريعة، كثير من اللغط حول تنظيم أنصار الشريعة كما ذكرنا والوجه الآخر أنا أعرف نعم هذا هو يعني له ارتباط. السؤال هل هو له ارتباط بتنظيم القاعدة العالمي أم أنه تنظيم محلي له أجندة خاصة؟ لا سيدي هو تنظيم القاعدة نفسه، لكن تنظيم القاعدة قرر هذا ليس على صعيد اليمن فقط، هم قرروا حتى الآن في سوريا الآن لهم بعض الجيوب أو لهم بعض الوجود، هم قرروا هذا قرار أنا من خلال احتكاكي ببعض يعني أعضاء هذا التنظيم سابقا أو بعض أنصار هذا التنظيم قالوا بأنهم لا يريدون الآن أن يطلقوا على أي تنظيم ينشأ اسم القاعدة لأن اسم القاعدة أصبح الناس يشمئزون منه وصار اسمه مرتبط بالدماء وصارت سمعته ملطخة، ولذلك هم قالوا أنه أي تنظيم الآن ينشأ لابد أن يكون بدو تسمية جديدة أعتذر دكتور حذيفة وعليه إذا صحت أن أو إذا صح القول بأن أو صحت الدعوة بأن تنظيم أنصار الشريعة من قامت بهذه العملية، هل من قام بها القاعدة يعني هناك عمل مركزي؟ قطعا الذي قام بها القاعدة أيمن الظواهري خرج قبل بضعة أيام وخص اليمن في حديثه طالبهم بمهاجمة مراكز الجيش ومراكز الأمن بشكل صريح ومباشر.
نعم. هذا في تصريح بيانه الأخير، والعملية تأتي بعد البيان ببضعة، لا أقول لن تتجاوز عشر ربما أسبوعين بالحد الأقصى. خرج البيان وجاءت هذه العملية بعد ذلك. أشكرك. نعم أقول إنها مرتبطة أيضا بالهجمات التي تعرض لها التنظيم في جنوب اليمن، أو الضربات التي تعرض لها التنظيم، ولكنها أيضا مرتبطة بتوجيهات زعيم تنظيم القاعدة للقيام بمهاجمة هذه الأهداف في كل أنحاء اليمن، هكذا كان تصريحه. أشكرك جزيلا من عمان الدكتور حذيفة عبد الله عزام الخبير في شؤون تنظيم القاعدة. تساق الاتهامات في عجلة اللحظة لمن يرغبون في توظيف المشهد الإجرامي على عتبات الآخرين، ومع إعلان أنصار الشريعة مسؤوليتهم بتنفيذ العملية الإرهابية في ساحة السبعين، فإن المشهد قراءته وبعده التحليلي ورسالته التي تتجاوز مساحة الحدث وزمانه. نتابع. حتى هذا المساء لم يتم تحديد الجهة التي نفذت اعتداء السبعين اليوم الذي استهدف أفراد الجيش والأمن وأودى بحياة الكثيرين منهم. ما اعتذرت منه. الاحتمالات والتساؤلات والروايات ما زالت تتعدد من قبل اليمنيين حول طبيعة الحادث ومن المستفيد من ورائه، ولماذا في هذا التوقيت بالذات وفي ميدان السبعين أيضا. أطروحات كثيرة تتداولها وسائل الإعلام حول هذا الجانب. أنصار الشريعة أعلن تبنيهم الحادثة انطلاقا من مربع الهزيمة التي تلقوها في مدينة لودر، حيث يوجه الجيش واللجان الشعبية هناك ضرباتهم المستمرة على تلك الجماعات، ولذا يكون وقوفهم وراء حادثة السبعين اليوم أمرا متوقع. لكن هناك من المراقبين من يرى بأن أطرافا سياسية قد تكون ضالعة في العملية. المثير للجدل هو أنه قبل 10 ساعات من وقوع الحادثة نشر موقع شبكة شافي جروح الأخباري خبرا يتحدث عن مفاجأة تفجير بمناسبة عيد الوحدة، وهو الأمر الذي يجعل أطرافا سياسية محل اتهام وشك في هذه العملية الإرهابية التي أثارت رعبا وهلعا كبيرين في نفوس اليمنيين. الإجماع الكبير حول منفذ العملية حتى الآن هو تنظيم القاعدة الذي تتحدث المعلومات عن تهديدات له بمزيد من الهجمات، خصوصا إذا ما استمر هجوم الجيش على أنصارهم في محافظة أبين وبعض المناطق المتواجدين فيها. الرئيس عبد الرب منصور هادي وفي بيان له هذا المساء أكد وقوف العناصر الإرهابية وراء حادثة اليوم، لكنه قال بأنه لا تراجع عن محاربتها وملاحقتها مهما كان الأمر. التساؤلات تظل تحشر في إطار هذا الطرح وحول كيفية وصول القاعدة إلى ميدان السبعين، وهل في هذا الأمر رسالة للرئيس عبد الرب منصور هادي. معاذ منصر لبرنامج أصداء اليوم. للمزيد أو لتسليط الضوء حول ما جاء في هذا التقرير انضم إلينا من دبي المحلل السياسي دكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر مساء الخير، أجدد عزائي للوطن ولك شخصيا بشهدائنا الأبطال الذين سقطوا اليوم في ميدان السبعين، ورحب بك في أصداء اليوم. ما حدث من عمل إرهابي استهدف بشكل مباشر أفراد قواتنا المسلحة، كيف ترون أبعاده في ظل الوضع غير الصحي السياسي والعسكري في اليمن؟ أولا هذا العمل هو عمل إجرامي وإجرامي جبان يعني بامتياز، لأنه يستهدف العسكريين الذين لا علاقة لهم بالمعطيات السياسية من جهة، ولا علاقة لهم بما يجري لا على ساحة أبين ولا على ساحة التأزم السياسي القائم في الوطن بالمعنى الواسع للكلمة. ولهذا السبب هذا سلوك لا تبرير له، هذا سلوك إجرامي، سلوك غير سوي ومدان بكل المعايير الدينية والأخلاقية والقانونية أيضا من جهة. الجانب الثاني أن هذا التصرف إن دل على شيء فإنما يدل على أن التحدي كبير على مستوى مقارعة العناصر الإرهابية المتطرفة التي توظف الدين بأساليب وبطرق مختلفة، أيضا على مستوى حلحلة الوضع السياسي باتجاه أن يكون هناك جيش يمني موحد وأمن يمني موحد وسلطة سياسية حقيقية وهيبة حقيقية للدولة. لابد من مقارعة كل هذه الأطراف التي تتشارك في صنع مثل هذه الأفاعيل غير السوية وغير الطبيعية. أنا أشعر بحزن بالغ جدا وعموم اليمنيين لما حصل اليوم، لأنها جريمة نكراء، جريمة لا يمكن بحال من الأحوال السكوت عنها. وأعتقد أنه من الضروري بمكان أن يتم التحقيق في هذا الأمر وأن يعرف الفاعل والجاني، ليس الذي نفذ ولكن من وراء الذين نفذوا مثل هذا الكلام. وبالتالي أنا أعتقد أنه من الضروري بمكان أن يصار
إلى مواصلة الحرب على كل أشكال التطرف والإرهاب في الوطن، ومواصلة الحرب على كل أشكال الفساد والإفساد، وأيضا على كل الذين يرفضون الإنصياع للحل السياسي، الحل السياسي الذي توافق عليه اليمانيون والإقليم المجاور العربي والعالم برمته، هو الحل الحكيم، هو الحل المنطقي، لأن كل مشكلة لابد أن يكون لها حل، وأن هنالك إمكانية كبيرة جدا لأن ينتقي الناس عند القواسم المشتركة. لكن هذا النوع من السلوك غير السوي يدل على أن هناك خلل سياسي من جهة، وعلى أن هنالك أيضا من يلجؤون إلى أساليب غير منطقية وغير إنسانية فيما يتعلق بحل المشاكل السياسية. هذه هي المسألة بتحديد العبارة، لابد من مواجهة هذه المسائل بإرادة واعية وقوية. دكتور عمر، بعد الحادث هناك عدة أمور متداولة هنا في الشارع اليمني. النقطة الأولى، البعض يتحدث في الفيسبوك طبعا وعلى صفحة إحدى المواقع الأخبارية والتابعة لبعض الجهات، تتحدث أو يتحدث هذا الموقع عن مفاجأة بتفجير بمناسبات عيد الوحدة. هذه النقطة الأولى أو الطرح الأول. الطرح طبعا هذا الكلام نشر قبل أكثر من 10 ساعات من التفجير. الطرح الثاني، معلومات تؤكد أن العملية كانت المستهدف فيها وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش. المعلومة الثالثة، أنصار الشريعة تعلن مسؤوليتها عن العملية. هناك طرح آخر هو أنه هذا الحدث أراد فيه تغييب الرئيس هادي وإيصال رسالة للرئيس هادي بضرورة يعني أنه ما زلنا موجودين، نحن موجودون، المنفذون يريدون يقول للرئيس هادي بأنه موجودين نحن هنا، أو يريدون تغييبه من الاحتفالات. كيف يمكن التعاطي مع كل هذه الأطروحات؟ أنا أعتقد أولا كل هذه الأمور مهمة جدا، هذه المعلومات التي أدليت بها وهي معلومات لها أهمية بالغة جدا، لأنها تؤشر في نهاية المطاف إلى المحصلة النهائية لمثل هذا الفعل. هنالك الآن حالة من الاحتدام العسكري الحقيقي في محافظة أبين، وهنالك أيضا عندما نتحدث عن الحالة القائمة في محافظة أبين والإرادة الشعبية من جهة وإرادة القوات المسلحة من جهة في أن تكون أبين جزء من الجمهورية اليمنية، تتوازى أيضا مع نوع من التخلي الحر عن هذه المحافظة من قبل قطاعات عسكرية سابقة، وعلينا أن نربط الوسائل ببعضها البعض. لما تم هذا التخلي، ولما تم تسليم ألوية بكاملها لعناصر القاعدة وتمكينهم من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في آن واحد؟ هذا سؤال كبير لابد أن يرد عليه. الجانب الثاني أيضا، لابد أن نعرف أن الوضع السياسي في اليمن ما زال في إطار من التوافقية المخاتلة، التوافقية غير السوية، التوافقية التي ترفض التسليم بالشرعية الجديدة، الشرعية القائمة الآن. والدليل على ذلك سلسلة القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبد الرب منصور هادي، والتي لم تنفذ حتى هذه اللحظة إلا بتدخلات دولية وبضغوط مختلفة. هناك نوع من التأبي والرفض الداخلي السياسي للتوافقية القائمة على أساس التغيير وعلى أساس الاستجابة لرغبة الجماهير اليمنية في التغيير. إذا نحن عندما نتحدث الآن عن القاعدة، علينا أن نتحدث أيضا عن سلسلة من الأساليب السياسية والمكايدات السياسية غير الطبيعية. ولا أتهم المؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة، أنا أزعم تماما المؤتمر الشعبي العام متخلي عن هذه الأمور، لأن هنالك ذاكرة مؤكدة في المؤتمر الشعبي العام ترفض مثل هذه الأساليب. ولكن ما زال هنالك بعض العناصر الذين يعتقدون أن بوسعهم كسر الشرعية القائمة، وأن بوسعهم كسر التوافقية الحكيمة اليمنية، وأن بوسعهم كسر الإرادة الإقليمية والدولية التي ترفض تماما أن يتم اللعب بالساحة اليمنية بهذا الأسلوب. لهذا السبب عندما نقرأ هذه المسألة وهذا التفجير، علينا أن نقرأه في أفق الروافد المختلفة التي يمكن أن تسهم فيه. وعليه لابد أن نقول أنه بقدر ما هو مهم مقارعة القاعدة في أبين ولا في أي مكان آخر، لابد أيضا من حل المشاكل السياسية بطريقة ممعنة في الإرادة، ممعنة في الإصرار على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وعلى الرئيس عبد الرب منصور هادي ومن معه أن يعرفوا أنه آن الأوان لمواجهة التحدي القائم على قاعدة المنطق والعقل والشرعية والتوافقية السياسية الحكيمة. دكتور عمر، التي أسهم اليمنيون فيها بشكل واضح المعالم، لا شك أن ما حدث اليوم سيكون له بالغ الأثر. كيف ترسم ملامح الحادث الإرهابي على مشهد المسار السياسي وأطراف العملية السياسية؟
هذا تحدي كبير. أنا في تقدير الشخصي هذا الحادث الإرهابي الذي حصل هو تحدي كبير، ولا يعبر عن القاعدة فحسب، هو يعبر عن منظومة من القوى الخفائية المتسترة وراء غلالات الماضي الذي أثبت فشله الذريع. لابد أن نقول هذا الكلام بصريح العبارة، وهذا الأمر لا يتعلق بالمنظومات السياسية ما في ذلك المؤتمر الشعبي العام بذاكرته المتقدة ولا اللقاء المشترك أيضا، ولكنه يتعلق ببعض الجيوب الصغيرة ضيقة الأفق والخفائية التي ما زالت تراهن على إمكانية تدوير الأزمة وعلى إمكانية إفشال حكومة الوفاق الوطني وعلى إمكانية إفشال الحل التوافق السياسي الحكيم وعلى إمكانية إفشال أيضا المنظومة الإقليمية والدولية، وهذا أمر يكاد يكون مستحيل. هؤلاء يراهنون على حرب أهلية في اليمن ويراهنون على دراما وتراجيديا إنسانية مستمرة، وهذا أمر غير مقبول بحال من الأحوال. لقد بدأوا بالعقاب الجماعي لهذا الشعب، والآن يمارسون عقاب جماعي وقتل مجاني لمئات الشباب الذي لا ذنب له فيما حصل اليوم في هذه الساحة. أشكرك جزيلا المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز، كنت معنا من دبي. ينضم إلينا المحلل الكاتب والمحلل السياسي أستاذ صادق ناشر. أستاذ صادق مساء الخير، عزاؤنا لكم وللوطن مجددا بسقوط شهدائنا في القوات المسلحة والأمن أو في الأمن بالتحديد. ما هي الرسائل التي يمكن قراءتها في حادث اليوم الإرهابي؟ أولا دعني أؤدي الشعب اليمني كافة وأسر ضحايا الحادث الإرهابي الذي حدث اليوم. كان يوما مرعبا صادما لكل الناس الذين علموا بتفاصيل الحدث. أنا أعتقد أن هناك رسائل وحقائق كثيرة تأكدت في ثنايا أحداث اليوم. كان يعني يمكن إبراز أن أول حقيقة مؤكدة أن الوضع السياسي في البلد لا زال حتى اللحظة هشا، وأن قضية نقل السلطة في البلاد لا تزال في خطر وتواجه الكثير من التعقيدات. نحن لابد من الاعتراف اليوم من أن الأطراف السياسية كافة لا تزال غير قادرة على تقبل الوضع والتعاطي معه بدون ثغرات سياسية. هذه القضية لا تزال تطغى على نشاط كافة فرقاء الحياة السياسية، وأعتقد أن الوقت قد حان لأن يغادر الجميع مربع الثغرات السياسية والالتفات جديا إلى معالجة وضع البلد، لأن البلد كما قال الرئيس عبد الرب منصور هادي في خطابه العام اليوم أن البلد لم يعد يحتمل المزيد من الخطاط والمزيد من الانكسارات. لكن الملاحظ أستاذ صادق الملاحظة الثانية دعني بس أقول أن استمرار انقسام الجيش والأمن يلقي ظلاله على المشهد الأمني بكله، وهذا يفسر القلاقل الأمنية والمشهد الأمني المتوتر الذي يسود الساحة اليوم. لكن من المؤسف أنه وحتى بعد الحادث الذي من المفترض أن يكون هناك توافق يمني سياسي شعبي على ضرورة إيقاف وضع حد لهذه الحوادث، الكثير أو بعض الأطراف السياسية والوسائل الإعلامية تحاول توظيف المشهد لصالح جهة معينة. إلى أي مدى يمكن أن يكون أثر ذلك سلبيا أكثر مما هو عليه الآن؟ هل نحن مستعدون لأن نتحمل تبعات هذا التوجيه السياسي أو الاستغلال السياسي لمثل هكذا حدث؟ أنا أعتقد أن اليمنيين مدعوون اليوم جميعا بمختلف فرقائهم السياسية والاجتماعية والمذهبية حتى إلى أن يتحدوا ويتأكدوا بأن البلد ذاهب إلى أتون حرب أهلية إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه. هناك محاولات من قبل بعض الأطراف السياسية لاستغلال الوضع ومحاولة التشكيك ببعض العناصر وبعضها البعض. هناك محاولة لإضفاء نوع من الهالة السياسية والهالة الأمنية على القضية برمتها، على الرغم من أن الوضع لم يعد يحتمل هذه المرة أكثر مما شاهدناه في الفترة السابقة. على الجميع أن يستوعبوا أن البلد لم يعد يحتمل المزيد من الخطوات، وأن أي مؤشرات إضافية أو أي اختلالات أمنية إضافية يمكن أن تقود البلد إلى ما هو أسوأ مما عشناه في الفترة السابقة. على كافة القوى السياسية أن تعي بأن قد حان الوقت لأن تلتفت لمعالجة الوضع بدلا من تبادل التهم والمكايدات السياسية التي نسمعها بين وقت وآخر بين فرقاء الحياة السياسية. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صادق ناشر أشكرك جزيلا، كنت معنا من صنعاء. مشاهدينا نذهب إلى فاصل من الإعلان، نعود لاستكمال أصداء اليوم المخصص بالكامل لتداعيات الحادث الإرهابي في ميدان السبعين.
أهلا بكم من جديد. اغتسلت ساحة 70 اليوم بالدم الطاهر لشهداء الوطن، لأولئك الجنود الذي اغتالتهم يد الإرهاب في مشهد تدمى له القلوب. أصداء اليوم كان في موقع الحدث ينقل الصورة وحديث الأبطال ووجع اللحظة التي اختزلها المشهد مع هذه الصور المؤلمة التي حاولنا ألا تنقل لكم بشكلها المؤلم. نتابع. كانت أقدامهم في جمعها تطعم وجه الأرض من كبرياء اليمن الكبير. كانوا هنا، أعناقهم مشرئبة لسارية الذكرى 22 للعيد الوطني للوحدة اليمنية. جنود من مختلف الوحدات العسكرية ومن عموم محافظات الجمهورية في البروفة الأخيرة لتقديم وجه القوة لليمن الجديد في العرض العسكري الذي سيقام غدا. سمعوا انفجارا مزق جسدهم الواحد إلى أشلاء لم يعرفوا عن تفاصيل ما جرى سوى صوت الانفجار وأنهم صاروا في أسرة تقطر دما. مشهد مروع إلى هذا الحد، لكنه لا يخيف ولا يثني من المضي قدما. وجهنا المنصة وقفنا بعد المجيء الوطني بعد عيد كلمة وزيرة الدفاع بعد عيد كلمة وحصل المجيء. في مجزرة 70 حيث سقط عشرات الشهداء من الجنود ومئات الجرحى، تكشف الصورة في غرف المشافي التي أسعف إليها الجنود الجرحى ونقلت إليها جثامين الشهداء أعلى سوءات الجرم الإرهابي. هل كان هو معكم عسكري ولا كيف؟ يتحدث الجرحى من الجنود فيقطع حديثهم من هول ما يستذكرونه ومن شدة الوجع. أيضا يطالعون في محيطهم وفي جنباتهم تتوزع أجساد زملائهم أو تلك الأشلاء التي تأتي بها طواقم الإسعاف من مسرح الجريمة، ولا يبدي الجنود من الجرحى إلا صوت الوجع الذي توجع لسماعه كل اليمنيين، ولا شيء قد يثني عزائمهم. يقولون إلا الموت مثل هؤلاء الأبطال في لحظات يتقدمون فيها كسرايا فداء وتضحية، وفي مواقع يطيب لهم الاستشهاد. ولعل في مثل هذه الأحداث الإجرامية الغادرة كان لهم نعم الشهادة وطيب التضحية، وبئس العاقبة ليد فعلت كل هذا النزيف. محمد النقيب لبرنامج أصداء اليوم. لا ذنب لكل هؤلاء إلا أنهم حماة الوطن، ولا ضمير للقتلة إلا أنهم يعشقون الدم دائما. مجددا تعازينا لأسر الضحايا للوطن. لكم مشاهدين الكرام بهذا المصاب الجلل في هذا اليوم التاريخي الذي يصادف 22 من مايو عيد الوحدة اليمنية المباركة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب الاستماع والمتابعة لهذه الحلقة من أصداء اليوم. يمكنكم كالعادة متابعة بثنا الحي من خلال العناوين الظاهرة على الشاشة. أنتم الوطن بألف خير. إلى اللقاء.